اشوف عيونك ما فيها حرام ريما انت الاحلى قلبي غشيمه الله معكم يسعد صباحك يا ريمتنا. مع الوقت حسيت اني مسؤولة، بس بالأول بلشت هيك بدون تخطيط، والصباحات يعني المتتالية مع الناس وإنك تعيشي معهم الأعياد والحروب والوجع والأحزان والثورات وكل شيء بخليك تحس حالك إنه إذا ما كنت هالقد قريبة، إذا ما كنت هالقد قادرة توصل لجوا ما عم تعمل شيء. وفي كتير ناس مرقوا بالحياة كلها ما عملوا شيء. يومك يومي صار العسلي، من غني لغني ومن نقول عشري. لا نحن تعبنا ولا حبايبنا عالكراسي مكتوبة نحن وقاعدين. أنا مع ثقافة البوح لأني عن جد بقول اللي بحسه وبحس كتير بالتانين. هالقد بروح للجوا جوا جوا، وهذا الجوا كل يوم بيوعى شيء عندي وعند التانين. فأنا بقول اللي بحب أني أقوله أو بحسه، وبطلب من الناس تقوله بدون ما تحس أنه على الهوى وأنه يي مدري مين بده يسمعني. فأنه بركة التغيير بيصير من هالمطرح، لأني بشبهن بكل شيء، بالضعف بس قويت حالي، بالقوة بقدر اتبدل انا وياهم او مدن فيها، بالثقة بكل شيء. ريما جيم.